ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي معانا النهارده التريلر لسه نازل طازه، لسه نازل تقريبا امبارح او النهارده لسه نازل النهارده، فلسه الفيلم نازل لنا طازه لمؤاخذه، وهنعمله ان شاء الله باذن الله تريلر رياكشن، وهو فيلم اسمه تراب. يعني اللي خلاني اعمل اصلا تريلر رياكشن للفيلم ده لحاجه واحده بس، لان هو المخرج الفيلم ده او الكاتب والمخرج للفيلم ده هو ام نايت شمالان من المخرجين اللي بصراحه يعني ليهم افلام حلوه وليهم افلام تشل، وطبعا اكيد كلكم تعرفوه. يعني يا جماعه ده هو نفس المخرج بتاع الثلاثيه بتاعت سبليت وامبريكابل وجلاس، وعمل له افلام رعب كتير زي ذا فيزيت وسيكست سنس اللي هو كان من احسن افلامه ذا سيكست سنس وذا فيليج، وعمل بقى فيلم بقى يعني هبطه كتيره جدا زي ذا لاست اير بندر وافتر ايرث وحاجات كده كتير يعني. فده سبب من الاسباب اللي خلاني اعمل تريلر رياكشن للاخ ام نايت شمايلان، لان بصراحه على قد ما هو ساعات بيعمل افلام يعني مش قد توقعات خالص، يعني على قد ما هو بيعمل افلام عره لمؤاخذه يعني، بس بصراحه الراجل ده يعني يشكر يعني لمؤاخذه مجهوده، وبيعمل حاجات ساعات كويسه يعني، بيعمل ساعات كده افلام بتبقى فلتات منه، فبتطلع منه يطلع منه الفيلم كويس يعني. فده سبب من الاسباب اللي خلاني اعمل تريلر رياكشن للفيلم ده. يعني انا من وجهه نظري شايف لو الفيلم ده لو ما كانش من كتابته واخراج ام نايت شمالان، ما اعتقدش ان انا كنت هعمله تريلر رياكشن يعني. ساعات الراجل بصراحه يعني بيعمل حاجات كويسه يعني. البطوله يشهد برضو عوده للممثل جوش هورنت، اللي كان اخر ظهور لي بالنسبه لي على الاقل اخر مره شفته كان في حلقه من حلقات الموسم الاخير لسلسله مسلسلات بلاك ميرور، والراجل ده برضو من الممثلين بصراحه يعني مش عارف راح فين يعني، لان الراجل ده بقاله كتير جدا 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 ما بيعملش اي حاجه. الراجل ده برضو كان في وقت من الاوقات مثلا 2005 2006 2007 كده كان عليه شويه افلام جامده بصراحه زي لاكي نمبر 11 وذا بلاك دايلا و 30 دايز اوف نايت، فبصراحه الراجل كان بيعمل حاجات كويسه. ومرورا اخيرا ظهر برضو في اوبنهايمر، يعني كان طلع دور صغير كان ظهر في اوبنهايمر، ورجع لنا السنه دي بفيلم من افلام ام نايت شمالان وهو البطل معانا في الفيلم ده. اذروايز الناس اللي معاه في الفيلم بصراحه مش معروفين يعني بالنسبه لي حتى على الاقل. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم تراب. يلا بينا. That goes around just chopping people up. This whole concert, it's a trap. You're kind of dope, right? يعني انا بصراحه يعني ام نايت شمالان انا عايز اولع فيك بصراحه، لان انت يعني بتعمل افلام علقه ساعات يعني لمؤاخذه يعني، بس بصراحه الفيلم ده شكله هيبقى كويس. انا مبسوط من التريلر، انا عجبني التريلر. مشكله برضو ام نايت شمالان بيعمل حركات قرع كتير، ما الحركات القرع اللي هو بيعملها ان التريلر بيبقى حلو قوي، ده خصوصا في افلام ام نايت شمالان التريلر بيبقى حلو فشخ، تيجي تتفرج على الفيلم الفيلم يبقى زباله الزباله. بس بصراحه لا التريلر حلو. مبسوط يعني، بصراحه انا مبسوط. تعرفين برضو ايه اللي عجبني جدا في التريلر؟ اللي عجبني جدا في التريلر ان جوش هارنت اللي هو بطلنا هو البوتشر اللي الناس بتدور عليه، فهو في الفيلم ده هيوري لك فكره البوينت اوف فيو بتاع البوتشر، فانت ماشي مع رحله البوتشر وعارف ان هو البوتشر. يعني احسن من مثلا الفيلم يبقى مبني على ان هو احنا بندور على البوتشر وفي الاخر نكتشف مثلا ان هو بطل الفيلم، لا هو جابه لك بقى من البدايه ان بطل الفيلم بتاعنا يا باشا هو البوتشر، فاحنا هنمشي معاه القصه واحده واحده، هنعرف ابعاد القصه في الفيلم. فده دي من الحاجات اللي بصراحه عجباني. وبعد كده حاجه تانية برضو عجباني في ام نايت شمالان ان هو بقى ريح شويه من جو جلاس وسبليت وسيكت سنس وذا فيليج والحاجات الغريبه اللي هو بيعملها، حاجات السوبر ناتشرال يعني، انا مؤاخذه في اللفظ يعني، الحاجات السوبر ناتشرال اللي دايما بيعملها. ف
عمل فكرة كويسة، واحدة واحدة نشتغل على فيلم عادي جدا، واحدة واحدة، وان شاء الله الفيلم يبقى كويس يعني. غير بقى الحاجات اللي هو دايما بيعملها، فدايما ساعات بتبقى فوق التوقعات قوي وبتبقى جامدة جدا، وساعات بتبقى افلام صراحة تعبانة جدا يعني. بس اوفر اول بصراحة انا مبسوط من الفيلم، انا عجبني برضو التريلر، ولو نزل له تريلر تاني اتمنى ان انا اشوف تريلر تاني للفيلم ده، عكس مثلا الفيلم اللي انا عمل له تريلر رياكشن، الحلقه بتاعته اللي هتكون نزلت التريلر بتاع فيلم جيمس ماكافوي اللي هو سينو ايفل، اللي انا كنت قايل لو نزل له تريلر تاني ما اعتقدش ان هتفرج له على التريلر، بس ده حابب ان انا اتفرج له على تريلر تاني لو هينزل يعني، ونعمله تريلر رياكشن. اوفر اول انا زي ما قلت انا مبسوط من التريلر. نسبه ترقبي لفيلم تراب هي 7/10، اتمنى ان هو يبقى على قد التوقعات بصراحه، ومبسوط جدا برجوع جوش هارنت لعالم السينما من جديد ومن فيلم من بطولته يعني. اللي زي ما قلت لكم الراجل ده من اول 2004 5 6 7 2004 2005 2006 2007 الراجل ده كان بيعمل افلام جامده، وبعد كده اول اوف سادن اتنسى خالص يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم تراب، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.